الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوية أمام الطائرات العسكرية الفرنسية. قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية برخان، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم نقلا عن مصادر مقربة من الرئاسة الجزائرية. وذكرت الشبكة أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات. وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت في وقت سابق من يوم أمس السبت السفير الجزائري لدى فرنسا قصد التشاور. وتأتي هذه التطورات في العلاقة الجزائرية الفرنسية بعد نشر صحيفة لوموند الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد عالق داخل نظام صعب للغاية.